أنا أشوف إنه الحقيقة الرئيس في هذا المؤتمر الصحفي وكأنه يلقي ضوءا ساطعا على تفاصيل قضية الصراع العربي الصهيوني تاريخيا، يعني حتى والرئيس وهو يتحدث، مش وهو يشير، وهو يتحدث بمنتهى الصراحة عن إنه الوضع القائم دلوقتي ده كان نتيجة طبيعية لمسألة العنف واليأس المستمر. ده من ناحية. من ناحية تانية الحديث على نزع سلاح الجماعات المسلحة أو الفصائل اللي موجودة، ده أمر زي ما وضح سيادة الرئيس وقال يا جماعة تراكم الخبرات اللي موجود عند كل القادة والزعماء على اختلاف المستويات بياخد سنين طويلة جدا، وإنه مسألة حل الدولتين إذا كنا نتحدث عنه بقى، وهنا الرئيس بيتحدث بمنتهى الجدية، إذا كنا بنتحدث عن حل الدولتين الذي لم ينجح والفلسطينيين على أراضيهم متوقعين أنه هينجح وهو مش على أراضيهم، طب إزاي؟ وبالتالي هنا كانت المسألة في إيضاح واضح أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أو أمام العالم، لأن احنا بنتكلم على مؤتمر صحفي لرئيس جمهورية مصر العربية الدولة الكبرى في المنطقة على الرئيس دولة فرنسا وهي صاحبة التأثير الأكبر في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي كل العالم هيبقى سامع ده ويتم تناقل هذه التصريحات، انه ازاي هنصل لحل الدولتين واحنا طاردين الفلسطينيين بره اراضيهم؟ مفيش منطق، يعني دي مساله غياب المنطق، وانه ده هو سبب من ضمن الاسباب اللي بنقول فيها لا لتهجير الفلسطينيين خارج القطاع، مش بس علشان مصر رافضه لانه دي مساله امن قومي، لانه ده معناه القضاء على القضيه بالكامل تصفيتها. معانا على التليفون كاتبنا الصحفي الكبير استاذ اكرم القصاص رئيس مجلس اداره اليوم السابع، اهلا بيك يا استاذ اكرم. اهلا نزو، مساء الخير، ازي حضرتك، ايه الاخبار، كله حلو؟ الحمد لله حلو. يمكن محتاج من حضرتك تحليل للمؤتمر الصحفي وللتوافقات التي تمت ما بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. والله هو شوف، يعني أنا بعتقد أنه الجهد الكبير اللي بذلته الدولة المصرية ووجهة نظر الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كان حريص على توصيلها وشرحها في كل تفاصيلها أمام العالم، أثرت بشكل كبير جدا في شكل الخطاب العالمي كله، حتى الدول الحقيقة المنحازة إلى العدوان الإسرائيلي. لأنه النهاردة في المؤتمر الصحفي، أولا الموضوع اللي أنت أشرت إليه ونقطة في غاية الأهمية اللي هو خط أحمر، أولا مستحيل، أنت بتتكلم على 75 سنة تم العجز فيها، 56 سنة ما فيش تصفية القضية الفلسطينية، والفلسطينيين بيزيدوا متمسكين بأرضهم ونفس الأمر. ناهيك عن الخطوط الحمراء المصرية اللي هي أصبحت دلوقتي بتدفع زعماء العالم كتير جدا لأنهم يستبعدوا هذا الحل، وكله بيتكلم على الحل الدولتين. لكن الحقيقة لفت نظري في خطاب الرئيس ماكرون إنه أصبح بيتكلم بيقول مش هنبعت عسكريين فلسطينيين المنطقة ولا نريد التصعيد، يجب رفع الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، مكافحة الإرهاب ليست مسؤولية بلد واحد، بيتكلم على أي عملية برية إسرائيلية ستكون خطأ كبير. كل النقاط دي الحقيقة بنتكلم على جهد ضخم بذلته الدولة المصرية بمؤسساتها بدبلوماسيتها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس عبد الفتاح السيسي تعامل بدقة وبصبر شديد في مواجهة كل الأطراف ووضعها أمام مسؤولياتها، انطلاقا من نقطة أنت أشرت إليها من شوية، مصر الدولة الأكبر والدولة اللي معاها المفاتيح والدولة اللي لديها خبرات الحرب والسلام. يعني إحنا بنتكلم، إذا بتتكلموا على الحرب فإحنا اللي حاربنا، إذا بتتكلموا على السلام فإحنا اللي عملنا سلام حقيقي. مظبوط. وبالتالي فهنا هو بيقدم، انا كتبت وقلت ان مصر بتقدم مفاتيح لكل المأزق، كل الاطراف في مأزق، نتنياهو باسرائيل في مأزق كبير، هيدخل بري ولا مش هيدخل، الخسائر هتبقى قد ايه، الغضب الشديد في اسرائيل، القطاعات اللي شايفه انه مهما كانت سياح بري، احنا جربنا قبل كده، انت اشرت لها من شويه اللي هو ما انت جربت قبل كده السياح، جربت قبل كده 5 مرات ومصر كلها بتتدخل بمبادرات، فانت بتتكلم على الرئيس السيسي وضح فكرة المأساة، وان انت بتتكلم على الدخل في 3 أسابيع في حصار، في لا مية لا أكل لا شرب، سيبك من الجزء الإنساني اللي هو أصلا ديوجية العالم اللي كشفتها هذه الأزمة بشكل
فظيع لدرجه انه انطونيو جوتيروس بيبتزوه بيضغطوا عليه لمجرد انه قال لهم عاوزين يساووا الفلسطينيين بالاسرائيليين. الراجل ما قالش حاجه، قال احنا ضد ده بس ما ينفعش التصعيد والاطاحه بالناس من اراضيهم. فالفكره الحقيقه يعني بدون تباهي الدوله المصريه قدمت مفاتيح وما زالت لكل الاطراف. فالنهارده انا شايف خطاب الرئيس الفرنسي مطلوب يختلف عن خطابه قبل يعني بعد 7 اكتوبر اللي كان منحاز تماما وشايفينه حق الدفاع عن النفس. قال لهم لا، الدفاع عن النفس ده في جزء رد فعل، في جزء الضغط اللي انت بتمارسه، في جزء الحصار لا اكل ولا شرب ولا ميه ولا طاقه، ولا عاوز تدخل ده ولا عاوز تعالج جرحى. ده مش مساله مش بقى انسانيه، ده مساله كمان تهز الامن القومي، لان انت لو دخلت على الناس دي بري دي ما عندهمش حاجه يختاروها. فالحقيقه انه الرئيس الرسائل اللي وجهها في المؤتمر والانعكاس ده على الخطاب الفرنسي، وزي ما انت اشرت فرنسا ذات تاثير في الاتحاد الاوروبي وذات تاثير لديها تاريخ كمان سواء في الجزائر او تاريخ بعد كده في محاوله محو هذا الامر، الجزء الانساني، الجزء الثقافي، الجزء اللي هو عاوزه تتميز فيه عن الولايات المتحده، لان موقف الولايات المتحده الحقيقه لا اخلاقي ولا انساني، ومع ذلك بيتكلموا على الدولتين. فاصبح النهارده الرئيس ماكرون بيتبنى فكره الدولتين، وده بيرجع فيه بفضل انه الحقيقه الخطاب الصبور والمدقق المصري بتفاصيله اللي هو الشرح الكامل للقضيه الفلسطينيه، تعالى شوف الاصل عشان ما تدخلش فيه تفرعات. فالحقيقه سواء ما طرحه الرئيس في الصباح النهارده في السويس اللي هو دولة قوية تحمي لا تهدد لا تتدخل لكنها لا تتنازل عن خطوطها الحمراء في أمنها القومي، صح. وإحنا ناس إذا بتتكلم عن الحرب إحنا اللي حاربنا، إذا بتتكلم عن السلام تعالى إحنا اللي عملنا السلام. فنعلمكم ونقول ده، وده مش عيب يعني مش ادعاء ولا حاجة، لأن ده واقع. مفيش دولة حاربت في القضية الفلسطينية قد مصر ولا تفهم مفاتيحها زي مصر. أمر الآخر الحقيقة الرئيس بيخاطب كل الأطراف على مستوى المسؤولية، بمعنى إنه احنا مش عايزين عنف ضد المدنيين على الاطلاق. ده خطاب انساني يصل الى اي واحد في اوروبا ويصل للعالم، لان خلي بالك الصوره والخطاب اللي طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي هو خطاب واقعي انساني عاطفي يلتزم بمنع اتساع هذا الصراع الى انه يهدد الاقليم ويهدد العالم. انه الكلام اللي بيقوله وزير الخارجيه الامريكي امبارح ومش عارف نقول ايران ونقول ايه ونريد لا نريد توسع. طب لا نريد توسع وانت باعت حاملات طائرات النهارده ماكرون بيقول لا انا مش هبعت قوات، صحيح. فالحقيقه انه هذا الخطاب خطاب ناجح، خطاب نجح الى حد كبير في حلحله وتغيير وان كان بطيئا في المعسكر اللي كان مش شايف القضيه الفلسطينيه، يعني مش شايفينها في كده زي ما انا قلت كده ايه المنظمات حقوق الانسان بره والاتحاد والبرلمان الاوروبي كله اعمل نفسك ميت، اللي هو انا مش شايف الناس دول. وبعدين زعلانين قوي ان جوتيرس بيقول لهم عاوزين طيب يساوي الناس كلها ببعضيها. المدني هنا هو المدني هنا، ده انسان وانت بتتكلم بخطاب انساني ومواثيق حقوق الانسان وكاس الحياه. الرئيس عبد الفتاح السيسي والدوله المصريه بمؤسساتها نجحت في انها تضع القضية الفلسطينية، مش عايز اقول لاول مرة ان القضية الفلسطينية موجودة، بس بالشكل اللي يخاطب العقل والقلب بشكل واقعي وبشكل معلوماتي دقيق. لاول مرة نتكلم بلغة يفهمها الغرب ويبدأ يتوافق معنا عليها، واعتقد ده واحد من اهم الانجازات السياسية اللي اتعملت في اطار هذه القضية. في نقطة مهمة جدا الحقيقة كمان في هذا الأمر، النقطة اللي أنت أشرت ليها مش بس الخطاب، كمان الرئيس مش بس بينتقد أو بيقول لهم الحصار، لا بيقدم حلول. وبيقدم أكثر من حل. احنا عاوزين المساعدات الأول في العاجل، ثم القضية أصلها تبسيط القضية الفلسطينية ده مستحيل، وأمن قوم مصر ده برضه مستحيل، تعالى بقى نتكلم على حل الدولتين. في ظل هذا الصراع قد يرى البعض أنه خطاب السلام مستبعد، بالعكس السلام هو انسب فتره، لانه اسرائيل انت لن تفني الفلسطينيين، والفلسطينيين ناس شعب جبارين ومتمسكين بارضهم ومتمسكين بوطنهم، وفي نفس الوقت انت لن تكسب الامن ولا التنميه. النهارده نتنياهو بيواجه غضب شديد مش بس من الحمائم داخل اسرائيل اللي هم رافضين فيها ارض واحزاب العمل، لكن كمان حتى
المواطنين اللي عارفين ياكلوا نتنياهو عارفين يروحوا مطاعم. نتنياهو يعلم انه ذاهب لا محاله، يعني هو غير مستمر. اولا خليني اشكرك جدا استاذ اكرم، كل الشكر للكاتب الصحفي الكبير استاذ اكرم القصاص رئيس مجلس اداره اليوم السابع.